السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم على مشروع تم تدشينه في الأسبوع الماضي هذا، يتعلق بمحطة لتصفية المياه المستعملة أو المياه القذرة لتصفيتها وإعادة رسكالتها في ميدان فلاحي أو رميها في المجرى المياه الواد الموجود عن قرب المحطة هذه. إذن هذه المحطة لتصفية المياه تعتبر واحدة من أكبر المحطات في الجزائر، وهي تقع في ولاية البوليدة قريبة المدينة تاع بوفاريك. وإحنا نعرف باللي المحطة هذه هنايا عندنا هنا بلدية بوفاريك، وعندنا البوليدة مدينة كبيرة تاع البوليدة اللي تقدر تستعملها في تصفية نتاع المياه. إذن هذه المحطة هذه شوفوا تتكون عندها 6 أحواض، سي باسان نتاع هذو لي باسان تاع لوكسيجيناسيون، لي باسان دوكسيجيناسيون، وعندنا لي باسان هنا نتاع لا ديكونطاسيون. الأكسجيناسيون هي التهوية نتاع المياه المستعملة لي زويزي، التهوية نتاعهم باش تنقص الرائحة، و بور ستوبي العملية نتاع لا فيرمونطاسيون يعني التخثير نتاع المياه القذرة هذيك، وعندنا لا ديكونطاسيون. لا ديكونطاسيون باش كل المواد الثقيلة الموجودة في المياه تهبط إلى الغمق، والجهة الفوقانية تكون الماء أقل تلوث، ثم المياه هذه تجوز هنا في لي هذو لي فلتر، سي دي فلتر لي فلتريو الماء هذاك حسب التقنية نتاع لوسموس انفرس. هذه التقنية نتاع لوسموس انفرس تستعمل ألواح دي فلتر نتاع الديامتر نتاع الثقب نتاعهم يكون بالميكرون، اي صغير كتير باش تكون فيها عملية التصفية نتاع الماء حسب المبدأ نتاع الأوسموس انفرس كما قلنا. إذن هذه هي المحطة اللي تعتبر من أكبر المحطات في الجزائر. وهنا نشوفوا الطول، هنا فيه 300 متر على حوالي 200 متر، يعني هذه هي. وفي الأخير استودعكم الله وأترككم مع الصور نتاع التدشين نتاع هذه المحطة التي أخذت، هذه الصور أخذت في الأسبوعين الماضيين هذو. والسلام عليكم.